أنماط زراعية مستدامة تتبناها دولة الإمارات من خلال التقنيات الحديثة لأهميتها في الدراسات والبحوث العلمية التي من شأنها أن تحقق أهدافاً بيئية عالمية. لذلك أطلقت البلاد مبادرات استراتيجية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً تسهل عملية تطور هذا القطاع، وعلى رأس ذلك استراتيجية الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 لتحقيق الأمن الغذائي بحلول عام 2051، بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة في القطاع الزراعي. ومن هنا انطلقت المبادرات التي شملت الزراعة الذكية مناخياً التي تقاوم المناخ الضار لها، وهي نهج متكامل لإدارة الأراضي الزراعية وتهيئة النظم الزراعية للاستجابة بفعالية للتغيرات المناخية، بما يضمن تحقيق الأهداف الثلاثة المتمثلة في زيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي من الزراعة بصورة مستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وعلى ذات السياق، حققت دولة الإمارات إنجازات مهمة في هذا السياق عبر تبني مشاريع التكنولوجيا الزراعية المبتكرة مثل البيت الشبكي نت هاوس بالطاقة الشمسية، وسخرت لذلك الجهود البحثية والموارد المالية، ما يجعل من تجربتها في هذا القطاع نموذجا عالميا ملهما. الإنجازات التي سعت الدول في تحقيقها طورت قطاع الزراعة في دولة الإمارات بشكل ملموس منذ عام 1971، وبذلت الدولة جهوداً كبيرة طوال الأعوام الماضية لبناء قطاع زراعي أكثر قدرة على المساهمة في منظومة الأمن الغذائي عبر تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة.